وللحديث عن أوضاع العمال في العراق مع احتفال العالم بيوم العمال العالمي، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا بك معنا دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنتم بخير. حياكم الله دكتور صباح. يعني كما تعلم العالم يحتفل بيوم أو بيعيد العمال، كيف تقيم أوضاع العمال في العراق؟ وهل هم يعني فعلا في المستوى الذي يجب أن يكونون فيه في بلد مثل العراق غني بالنفط؟ حقيقة أولا نهنئ العالم بهذا العيد لما يقوم به الشغيلة بشكل عام من دور كبير جدا في العالم في عملية التنمية والبناء الحضاري بكل أشكاله واتجاهاته، خصوصا في العملية الإنتاجية. حقيقة بالعراق هناك قوانين موجودة ولكن لم يتم الالتزام بها أو تطبيقها، ولذلك القصور يأتي بالدرجة الأساسية أن العاملين المرتبطين بالقطاع العام يعانون من عدم حصولهم على حقوقهم في الضمان الاجتماعي وكذلك أيضا الضمان الصحي والضمان التعليمي وغيرها، إضافة إلى أن المرتبطين بالقطاع العام ما زالوا لغاية الآن يعانون معاناة كبيرة جدا من المرتبات التي لا تتناسب مع غلاء المعيشة، فكيف بالعاملين في القطاع الخاص؟ وهناك أيضا قانون يلزم أصحاب العمل على تسديد مستحقات العاملين من حيث الضمان والضمان الصحي والاجتماعي إلى وزارة العمل التي تحولها بدورها إلى مؤسسات الضمان المختلفة، ولكن هذه العملية حقيقة يسودها حالة من حالات الفساد والاستيلاء على الأموال التي تجمع لمؤسسات الضمان بكل أشكالها، حيث أن أصحاب العمل في القطاع الخاص وكذلك أيضا في القطاع العام يدفعون ويسددون ما عليهم من التزامات، ولكن هذه الأموال التي تجمع لا يستفيد منها العامل مطلقا، بل تذهب إلى حالة من حالات الفساد والاستحواذ أو باسم عمليات الاستثمار وغيرها، ولكن دون وجود حقيقي لهذه الأموال أن تعكس لنا حالة من ارتفاع مستوى معيشة العامل. عمليات الفساد هذه، نعم دكتور صباح، عمليات الفساد هذه ولربما الصفقات المشبوهة تتم عن طريق من؟ يعني ما هو الغطاء القانوني لها، وما هو من المنفذين الفعليين؟ حقيقة أن الممثلين الفعليين للعمال في مؤسسات النقابات والجمعيات الخاصة بالعاملين غير واضحة المعالم أنها جاءت من هذه الشريحة بشكل أو بآخر، وإنما جاءت من خلال قوى الأحزاب المسيطرة على إدارة الدولة وخصوصا وزارة العمل وما يرتبط بها من مؤسسات للضمان الصحي والضمان الاجتماعي. ولذلك نلاحظ هناك كثيرا من الموظفين الموجودين في هذه المؤسسات هناك من يعمل على توجيههم وكذلك أيضا يعمل على التسلط عليهم من قبل هذه الأحزاب والقوى التي تمنع استخدام هذه الأموال لصالح العامل. هذا جانب. جانب آخر نلاحظ أن كل سنة يتخرج عدد كبير جدا من الخريجين المختصين، يعني ليس عمال عاديين، يعانون معاناة كبيرة جدا في الحصول على عمل وقد يغير اختصاصه، وهذه خسائر كبيرة جدا على الدولة وعلى المؤسسات التعليمية والطاقة التي لم تستثمر في مكانها من هذه القوى العاملة، أدت بنا إلى أن
الظرف الحالي دفع بعديد الشركات والمؤسسات المرتبطة بالقطاع العام أن تعمل على استيراد قوى عاملة من الخارج، حيث تتملص من أول جانب أساسي عمليات الضمان الاجتماعي والصحي وكذلك أيضا السلامة العامة وغيرها. هذا كلها جوانب تطالب بها الدولة من خلال مؤسساتها وغيرها، ولكن لم يحصل. لذلك نلاحظ المنافسة بين القوى العاملة الداخلية العراقية والقوى المستوردة من الخارج أدت إلى وجود جاب كبير جدا وفارق كبير جدا في الأجور، وكذلك أيضا التكاليف من حيث الإقامة والمبيت وعمليات الإنفاق وغيرها. بإضافة إلى أن العامل الأجير من الخارج قد يمتلك اختصاصا معينا ومدربا ويمتلك خبرة، ولكن مع الأسف أعداد كبيرة جدا من الخريجين المختصين، ولكن اهتمام الدولة في تدريبهم وتجهيزهم لإيجاد مشاريع استثمارية حقيقية تعمل على احتضانهم هذا غير موجود. ولذلك نلاحظ الفساد يعم مؤسسات الدولة الخاصة دكتور بالعمار. صباح، دكتور صباح، لمصلحة من كل هذا الفساد يحدث؟ هل هو يعني فساد فقط لأجل الفساد، أم أن هناك خطط مدبرة لربما تدمير اقتصاد العراق والدفع بشبابه إلى الهجرة؟ حقيقة الفترة الماضية منذ 2003 ولغاية الآن أثبتت أن هناك أجندات على الصعيد الإقليمي والدولي حتى، وبوجود مافيات وشركات عالمية تعمل على إبقاء الاقتصاد العراقي دون تنامي وإبقاء القوى العاملة في العوز والحاجة والبحث عن العمل، وخلق حالة من حالات عدم الاستقرار لهذه القوى بنفس الوقت من أجل تشجيع كل شكل من أشكال الاختصاص لهؤلاء العاملين بالهجرة، ولذلك يتم عمليات استثمارهم بأجور أقل للبحث عن العمل ليس في العراق وإنما للهجرة خارج العراق. وفي هذه الحالة العمل على إخلاء العراق من الكادر المختص خاصة الذي يؤدي عملا متطورا متماشيا مع التقنية والتكنولوجيا المتطورة في العالم، وتحتضنه شركات قد تكون عالمية في عملية استخدامهم في توظيفهم للاختصاصات المختلفة في هذا المجال. ولذلك نلاحظ هناك افتقار مما يدفع الفساد في مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية على استيراد العاملين والقوى العاملة من الخارج، وهذا يجنبهم الإضرابات ويجنبهم عمليات الشكوى ويجنبهم حالة التوتر اللي في الشارع ممكن أن تكون، وهي أحد الوسائل اللي ممكن السيطرة على الشارع من نتيجة عدم تحقيق ما مطالب القوى العاملة ومنهم الشغيلة بالدرجة الأساسية. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا، وشكرا جزيلا لك.